بني، أريد أن أجيء إليك، فادعو ربك أن ينجيني من النار التي تحيط بك. فقال نعم، فأقبلت إليه لا يمسها شيء من النار. فلما وصلت إليه اعتنقته وقبلت ثم عادت. ولكن البعض أكد أن برد النار وسلامها هي من خصائص إبراهيم عليه السلام، هي رحمة اختص الله بها إبراهيم، ولقد أرادوا أن ينتصروا فغلبهم الله. لقد هزمنا هذا الفتى. أجل، لقد أوقعنا وضيعنا وروعنا بهذه المعجزة الفريدة. ما بالنا نعبد الأصنام منذ نعومة أظافرنا وهي لم تنطق، لم تأكل، لم تشرب، لم تسمع ولم تبصر، لم تفعل أي شيء، لم تتحرك، لم تمشي، لم تشعر، لم تحس، لم تحدث أي معجزة كالتي فعلها هذا الفتى. نار، نار لا تأكل البشر، إنه لشيء عجب. يا وزير، أريد هذا الفتى لأجادله. أمرك يا مولاي. هيا، أمرك يا مولاي. المعجزة أذهلت العباد، أخرجت هواجس ووساوس وشكوكا نحو ألوهية الأصنام وأبوية التماثيل. لقد كان إبراهيم مؤيدا من كل جنود الله وهو في النار. أتعرفون يا أصحابي إلا ماذا؟ إلا ماذا يا شيخنا؟ من الذي عاد إبراهيم وهو في النار؟ الوزغ. فلقد قال البخاري: حدثنا عبد الله بن موسى أو ابن سلام عن أنبأنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب أن رسول الله أمر بقتل الوزغ وقال: كان ينفخ في النار على إبراهيم. وماذا عن المناظرة التي سجلها القرآن الكريم بين النمرود وإبراهيم عليه السلام؟ سأروي لكم. يا آزر، لن يفيد ما تفعله بنفسك، فلقد قضي الأمر وخرج من يديك. الملك النمرود يريد مجادلة إبراهيم. إبراهيم سبب كل شقاء في حياتي، هو نعمة أم نقمة؟ هو فرحي أم همي؟ هو حزني أم غمي؟ هو سعادتي أم نهايتي؟ هو سندي أم قاصمة ظهري؟ الملك النمرود لا ينام الليل منذ حدثت المعجزة الإلهية. تقول الإلهية؟ وهل لبشر مهما أوتي من قوة
أن يجعل النار بردا وسلاما؟ نحن بشر ضعفاء، لن نخلق ذبابا ولو اجتمعنا له. يا أبتي، يا أبتي، ماذا بك يا ناحور؟ أخي حرق نفسه ولم تنقذه الآلهة، لم تحدث له المعجزة، ذهب وألقى بنفسه في الوهم إلى أن احترق. آه يا أخي، آه يا أخي. ماذا تقول أيها السفيه؟ ماذا تقول؟ هاران ابن احترق ولم تنقذه الآلهة؟ كذبت يا ناحور وصدقت الآلهة، كذبت يا ناحور، كذب الموت وصدقت الآلهة، كذبتم جميعا جميعا وصدقت الآلهة. ودخل إبراهيم قصر النمرود للمرة الأولى وهو واثق بربه وأن ما جاء به هو الحق من عند الله. وأما عن النمرود فلقد بدأ المناظرة مهزوما اهتزاز الباطل على أرض الشك، فزعا من قوة رياح الحق وبطشها للمفسدين في الأرض. حدث مليكك النمرود عن ربك. قال إن ربي يحيي ويميت. أنا أحيي وأميت يا وزير، ائتوني برجلين من المساجين حالا لأثبت لكم أنني أحيي وأميت. تعالوا يا أموات، تعالوا، ربما كتبت لكم النجاة أو شرف الموت بيد الملك النمرود.